مش مرتاح له في حاجة نفسي وما صرح له حاجة شك ومضيعني واللي منعني ما عندي دليل حكايته مش كاملة يا ناري شكله عامل عاملة حاسس اني في حاجة غلط مش صح وكده تمثيل قلبي مش مرتاح له في حاجة نفسي وما صرح له شك ومضيعني واللي منعني ما عندي دليل حكايته مش كاملة يا ناري شكله عامل عاملة حاسس ان في حاجة غلط مش صح وكده تمثيل يا ما قال لي يا ما قال لي عني جوه وبرضه ما بصدقهوش يحلف وانا ليه حاسس بعني بحاجات بتقول ما منلوش يا ما قال لي يا ما قال لي عني جوه وبرضه ما بصدقهوش يحلف وانا ليه حاسس بعني بحاجات بتقول ما منلوش مش مطمن مخوف لما بص في عينه يتلون نفسي اي ادلة يا الا حضع قوي من اللي انا فيه والله لو بايديا بس غالي علي حبي ليه مسكتني ومثبتني وحعمل ايه قلبي مش مطمن مخوف لما بص في عينه يتلون نفسي اي ادلة يا